شهد الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدداً من الأنشطة التدريبية غير النمطية التي نفذتها المجموعات القتالية التابعة لقوات التدخل السريع بالاستفادة من الخبرات والنجاحات التي حققتها القوات المسلحة بسيناء. وتضمنت الأنشطة بياناً عملياً لأسلوب اقتحام بؤرة إرهابية داخل منطقة الزراعات الكثيفة، شملت إجراءات المهارة في الميدان وتفتيش المناطق الزراعية واقتحام المباني والبؤر التي تستخدمها العناصر الإرهابية كأوكار لها. كما نفذت القوات عرضاً لمعدلات الأداء تضمن تنفيذ أعلى المهارات التكتيكية وإجراءات الفك والتركيب وصيانة الأسلحة والمعدات ميدانياً، كذا بياناً عملياً للتدريب على تحركات الأفراد والمركبات لاتخاذ أوضاعها والبدء في تنفيذ أي مهمة قد تكلف بها لمداهمة البؤر الإرهابية في المناطق الجبلية والصحراء وتطهيرها وتأمينها باستخدام المركبات المدرعة. ونفذت مجموعات أخرى بياناً آخر باستخدام نظم ومقلدات الرماية بالليزر للهجوم على بؤرة إرهابية. وفي نهاية الأنشطة ناقش رئيس الأركان القادة والضباط والقوات المنفذة للتدريب أسلوب تنفيذ المهام والواجبات المكلفين بها، وطالبهم بضرورة تطوير أساليب التدريب القتالي والبعد عن النمطية في التنفيذ والتخطيط بما يتماشى مع التحديات والتهديدات الأمنية التي يتم مواجهتها على أرض الواقع، مؤكداً أننا نخوض معركة شريفة ضد أعداء الإنسانية الذين أساءوا للدين وتعاليمه السمحة، وأن رجال القوات المسلحة هم خير أجناد الأرض. حضر الأنشطة عدد من كبار قادة القوات المسلحة.